أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل أحكام الضيافة تكون خاصة للمسافر فقط أم للمسافر مع المقيم؟ أو للمسافر مع المقيم. أحكام الضيافة للمسافر، أما المقيم هذا ما هو ضيف، هذا إذا جاك هو زائر لك، هذا من الزوار في الزيارة، إنما الضيافة للمسافر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا جاءك ضيف وأردت أن تعرف هل هو صاحب سنة أم بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لزورك عليك حق، فالزائر له حق، لكن ما يعتبر مثل الضيف. نعم.